مرحبا فيكم أحب بقي فيديو اليوم الروتين اليومي اللي دايما بتطلبوه مني روتيني اليوم روتين يوم عادي مش يوم عطلة روتيني أنا ببلشه من الليل مش من الصبح هلا الدنيا عنا ليل مسا يعني هلا تقريبا الساعة سبعة ونص أغلب الأوقات بهذا الوقت بحب أعمل شاي خاصة إذا كنت الدنيا شتوية وبرد وبحط بإبريق الشاي عودان من القرفة وإذا كان عندي حلو بقدم حدو حلو سابت هالمرة كان باقي عندي من كيكة التمر منزلت عندي بالقناة بترك الرابط فوق إذا حابين تشوفوه بعد شرب الشاي بجل الجلي وبنظف المطبخ وبحدد شو بدي أعمل غدا لتين يوم أنا كان بقي عندي بالبراد من الغدا تبع اليوم سابت كنت عاملة عكوب شوي تاني رح تشوفوا للناس اللي ما بتعرف شو هو العكوب بس كانوا قليل شوي فطلعت من الفريزر جواني الدجاج كرمالي كرمال يدوبوا لبكره لأن الطقس كتير بارد هلا فينا تاني يوم أصبحنا وأصبح الملك لله المطبخ نظيف عن جد بحس حالي متنشطة أكتر لما بفيقوا بلاي المطبخ نظيف بتحمس أكتر على الشغل هيدا هو العكوب حبيت فرجيكم إياه قبل ما بلش شغل ما بعرف بغير دول شو بتسموه يلي بيعرف اسمه اعملوا معروف اكتبوا تحت بالكومنتات ولأن الطقس كتير بارد قررت اعمل كمان شوربة عدس حطيت كباية من العدس وغمرتهم بالماي وتركتهم على عينة الغاز الكبيرة كانوا يغلو بسرعة كوب بيتاكل حدو رز رح أعمل حدو كمان كباية من الرز قلت الشعيرية مع زيت الزيتون طبعا فيكن تقلو بالمادة الدهنية اللي انتو بتحبوه فيكن تعملو بالسمنة بالزبدة أنا فضلت اليوم أعمله بزيت الزيتون وعندي كمان كوب من الرز المصري غسلته أنا بس غسلت الرز ما نقعته أبداً وحطيتهم فوق الشعيرية هلا انا امبارحه كنت عامله رز بس ما بحب الرز يضل لتاني يوم مشان هيك بطبخ قليل الرز بطبخه دائما قليل لانه ما بحبه يبيت هلا كمان طبخت كوب من الرز رح يخلصوا ان شاء الله بس على الغدا ما بيضل منهم لتاني يوم هلا حركتهم وغطيتهم تركتهم ليغلو بعد ما غليوا اول غلوه بحركهم وبرجع بغطيهم بنقلهم على اصغر عينه غاز وبخفف النار بخلي النار تحت شمعة عندي هون مقلية رح أعمل فيها الألية لشوربة العدس أنا لأني عاملة بس كباية واحدة من العدس جبت بصلتين يعني ما فينا نقول بصلتين كبار لأ بصلتين حجمهم وسط بقشرهم وبفرمون ما في داعي افرمهم كمان ناعم كتير يعني فيكن تنعموا أنتوا على قد ما أنتوا بتحبوا بس مش ضروري أبدا يكونوا كتير ناعمين ما في اطيب من هيدي الشوربه صراحه وبعدها انا اسهل شوربه بتنعمل اكتبوا لي انتم شو اكثر شوربه بتحبوا تشربوها بالشتويه انا بالنسبه لي اول ما بتشت الدنيا مباشره ببلش اعمل شوربه العدس يعني بالشتويه بتمرق عنا تقريبا بالاسبوع مره قلت البصل اول شيء حطيته على الناشف بدون اي زيت من بعد ما نشفه ميته بحط عليه زيت الزيتون وبقليهم وبتركهم لحتى يشقروا منيح والعدس اسم الله عم يغلي بملحهم للبصلات تيدبلوا اسرع وهول هن جوانح الدجاج ديبوا عنا انا مثل ما شايفين مكيستهم كاينه لانه نحن الدجاج بنشتري عنا حي عايش ف نحن عند الزلمه وبيذبح لنا اياه وبينظف لنا اياه فانا باخذ البديه والباقي بفرزه ثاقبت، اتكوّموا عندي الجوانح، صار كميتهم محرزه، قررت اني اطبخهم اليوم. لأنه كل ما كنت جيب جيش كنت ما اطبخ الجوانح، كنت خلي الجوانح لأنه الجوانح يا بينقلوا يا بينشووا بالفرن. تبلتهم بالفلفل الأسود والسبع بهور والملح بس فقط لا غير. وجبت صينية حط فيها ورقة الزبدة، ورقة الزبدة بس مشان الصينية ما تعذبني بالجلي من بعد الشوي. يعني ورقة الزبدة كتير بتساعدني بتنظيف الصينية خاصة إذا كنا عاملين دجاج أو لحمة أو سمك بتنظف عندي بكل سهولة بصف الجوانح الدجاج بهيدي الطريقة وبس بدون ما احط له لسمني ولا أي مادة دهنية بشيك على البصل تما يحترقوه بقلبون وصينية الدجاج صارت عنا جاهزة تدفوت على الفرن أنا قبل هلا كنت منزلة عندي بالقناة كيف بشوي أفخاض الدجاج إكتار منكم سالوني يا ليلى بيستوي معقوله ما, ما يستوي ما تعتلوا هم بيستوي وبيطلع بشهي كمان رح نشيك على العدس العدس عندي اسم الله استوى ما أخدو وقت ابدا شايفين كيف الحبه اتفتحت وعندي هون كمان كوب من الرز رز المصري الشوربه ما بيلبق لأ الا رز المصري فحطيت الرز غسلته وحطيته فوق العدسات وملحتهم هلا كان لهم تقريبا عشر دقايق الرزات عم ينغلو عم يغلوا مع العدس يعني تقريبا استوى ثلاثة أرباع استوى بعدين نزلت البصل بعطيهم تقليبة مع البصل وبتركهم ليتعقدوا هلا انتو بخصوص المي اللي بقلب الشوربة فيكم انتو تقرروا تزيدوا مي تنقصوا مي حسب الرغبة هون كمان حبيت اعمل عدس آه عفوا حبيت اعمل سلطه آه كتير بحب هيدي النوع من السلطه هو الزعتر الاخضر مع البصل الاخضر فعلا هيدي السلطه عن جد نكهتها جدا مميزه وانا ما بقص الزعتر بالسكينه لا بايدي منشيك على جوانح الدجاج استوى تقريبا نص استواء ما شاء الله النار شاعل من فوق ومن تحت على درجة حرارة 180 وبياخدوا تقريبا 35 دقيقة بالفرن بيطلعوا بشاهو، هلا شوي تاني رح تشوفوا الزعتر هون أنا دايما بحب قطعه بإيدي لأنه إذا قطعته بالسكينة بيسود فإذا قطعتوه بإيديكم لو بضل تاني يوم بضل أخضر وفريش ومحافظ على قوامه ورح أفرم حده كمان البصل الأخضر طبعا إذا مش متوفر عندكم البصل الأخضر فيكم تفرموا بصل يابس عادي بس إذا عندكم بصل أخضر ما توفروه أبدا طعمته جدا لذيذة مع الزعتر الأخضر وكتروا للبصل بيلبقلا حطيت أنا اسم الله كل كمية البصل وبالنسبة للصوص بس عبارة عن حامضة وملح وزيت زيتون ما بحط لأ أي شيء تاني ما بفرم له لبنة دورة ولا بحط نعناع نعنع بس هيدي المكونات يلي ذكرتها قدامكم صراحة أنا خاصة بأيام رمضان يعني فيني استغني عن الفتوش عن التبولة بهيدي السلطة الزعتر الأخضر مع البصل الأخضر سلطة منعشة عن جد وهون الشوربة عنا تقريبا استوت منشيك عليها ومنشوف المي تعولها منيح إذا المي كان قليل برجع بضيف عليها مي ما في مشكلة أبدا أنا شايفة ميتهم منيح خلص صارت جاهزة رح أطفي تحتها والجاج عنا بلش يحمر واستوى رح اتركه بس ياخد لون الاشقر من فوق وبعدين بطلعه من الفرن هون الاكل كله تقريبا صار جاهز رح بلش اسكوب سكبت الرز اول شي فيكن تعملوا اي رز بدكن يا حد العكوب رز امريكاني رز بسمتي بس انا حبيت اليوم اعمله رز مصري ورح اسكب الشوربة بهذا بال... الوعاء الخاص للشوربة اله غطا بضل محافظ على حرارة الشوربة لأكبر وقت ممكن وصينية الدجاج شو رأيكم؟ مستوي ومقرمش من برا وطري اللحمة طرية مستوية لعند العظمة طرية جدا من جوا هلا هون انا عم صور عم اقول بيني وبين حالي يا الله كانه كان في شيء ناقص، كان ناقص العكوب رجعت حطيته. صفرة سريعة وشهية وكاملة متكاملة فيها البروتين، فيها الالياف، فيها الكربوهيدرات. من بعد الغداء كنا مقررين نطلع مشوار على الجبل ليكو لكم شغلة الحلو بطبيعة لبنان انه ما في كتير وقت بين الساحل والجبل يعني ما في ساعة او اقل من ساعة بتكونوا بالجبل اذا كنتوا انتوا على الساحل انا بيتي بطرابلس بيت مواجهة البحر صير البحر مقابل بيتي فبياخد معي مشوار الطريق على الضيعة او على الجبل يعني تقريبا خمسين دقيقة اطلعنا كانت الدنيا بلشت عم بتقرب تغرب كانت تقريبا الساعة أربعة أو أربعة إلا شيء إلا شوي فلحقنا حالنا لعبنا شوي بالثلجات لعبنا الأولاد المنظر كان رائع وما في غنى عن فنجان القهوة وهون حبيبي قلبي أنا بيخلص الروتين تبعي لليوم بتمنى من قلبي تكونوا حبيتوه آخر شيء بقولكم إياه إني بحبكم كتير وملتقونا بفيديو جاي بإذن الله باي